سخر أمن ولاية جيجل كافة إمكانياته البشرية والمادية من أجل السهر والتطبيق الصارم لهذا القرار، وهذا من خلال توزيع الانتشار الميداني بتكثيف الدوريات الراكبة والراجلة ووضع حواجز مراقبة ونقاط مراقبة فجائية. هذه الإجراءات تسبقها يوميا عملية توعية وتحسيس للمواطنين بخطر هذه الجائحة، جائحة كورونا، وكذا أهمية قرار الحجر الصحي وضرورة تطبيقه.